السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأرنب من الألف للياء. فيديو الإجابة النهاردة ما شاء الله في أكتر من 50 سؤال، هنحاول معلش طبعا عاوز أطول، اللي حابب يسمع الأسئلة كلها مفيش مشكلة يستفاد، واللي حابب يعرف سؤاله بيجر الفيديو يعرف سؤاله من تحت ولا من فوق ولا في النص، بيجر الفيديو وبيجيب السؤال بتاعه ويسمعه براحته، مش لازم انا تسمع الفيديو كله، انت عاوز الاجابه بتاعتك بس. هنبدا ان شاء الله عشان ما نطولش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي معزه فضلها 20 يوم وتولد وضرتها ما فيهاش لبن، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تكون انت متاكد ان هي عشار، ما تروحش تكون وديتها المراح وجبتها ومفكر ان هي عشار وخلاص على كده، لان حصلت عند ناس جنبي كتير ويقول المعزه فات عليها 5 شهور وما ولدتش، واجي ابص على المعزه الاقيها فاضيه، هو مراح وداها للجدي نط عليها وسايبها 5 شهور ومستني من اول ما نط على الجدي 5 شهور، ولا جس ولا بيعرف يجس بايده ولا شاف العلامات عليها في اخر شهر الضره بتنزل، مفيش. على العموم هو في واحد ردد عليك هنا وكتب لك لو هي لسه اول مره بينزل في الولاده بدقائق، لا هو ما بينزلش قبل الولاده بدقائق ابدا، يعني هي بتضر لو هي بكريه، مستحيل من حلمتين تضر مباشره الكيس كله في دقائق، لا بينزلش في دقائق، ضر اللبن اللي بينزل في دقايق، انما الضر نفسها الضرع نفسه كتله الضرع لا ما بتنزلش في دقايق طبعا، يعني على الاقل لو هي مراحل متاخره خالص قبلها بيومين ثلاثه بيبدا ينزل ضرب بيان، لان وهي بكريه حلمتين فقط لا غير، زي حلمتين الجدي مجرد ما قبل ما تولد، لا في حالات مش في كل الحالات طبعا، مش في كل الحالات، في حالات بكريه بترخي من قبل ما تولد ب 20 يوم 25 يوم وتوصل لشهر تبدا ترخي الضرع يبان معاك. فعلى العموم لو هي بكريه ممكن في اللي لسه معاك 20 يوم استنى 10 ايام بس تكون ده كله تكون متاكد انها اشهار. انا عندي جدي مش بيكبر اعمل ايه؟ لو الجدي بلدي فالجدي وسقه تعبان يعني مش شبعان لبن فده ما بيزيدش حتى لو هتاكله فول صافي. اما لو هو الجدي كويس خشب وبياكل وصحته كويسه ممكن تكون في ديدان والجدي شبعان لبن، يعني عظمه عريض خشب عريض، عشان ناس كتير بتسال ازاي اعرف الخروف او الجدي شبعان لبن، ازاي اعرف الجدي او الخروف شبعان لبن بغض النظر عن اللحميه اللي في ظهره، ما هو مش كل حاجه شبعان لبن معناها مش شايل لحم، هو ممكن اتفطم شبعان لبن بس ما لقاش علف عشان يكمل، ما لقيش علف عشان يكمل لحم فبالتالي بيضعف، بس ازاي اعرفه ان ده هيجي منه لما يخش في العلف؟ ده ان شاء الله هنعمل لك فيديو باذن الله مخصوص ليه. بس الجدي قلنا لو كده لو صحته كويسه يعني ممكن تديله شرب الديدان، ممكن يكون فيه ديدان، اديله ابره ايفوماك وشربه وتكررها بعد 20 يوم وان شاء الله راقبه بقى خلال 20 يوم من اول ابره، مش هيظهر التحويل من يوم وليله يعني، على الاقل 20 يوم 25 يوم. ما زادش بعد الايفوماك يبقى الجدي سرده مش هينفع معاك، اتخلص منه وهات واحد غيره. اقول الف الف سلام عليكم برد، الله يسلمك. اول حاجه انا ما عنديش برد بس هي كده اللحميه عندي كده في هي اللحميه في الجيوب الانفيه كده. انا مشارك واحد وفي البدايه على انا مشارك واحد على امهات خرفان ماشي على انعاج يعني، بس هو بيأكل بدون نسبة كام في المية نسبة في الأكل، وإزاي أبقى فاهم في التعامل معاه؟ والله نظام الشراكة هنا في مصر بتدي رأس مال، أنت بتدي رأس المال فقط لغير، هو بيشتري وبيأكل وبيشرب وبيبيع كله من رأس المال، كله من رأس المال ما بيدفعش حاجة، بياخد 50% ويديك 50% من المكسب بغض النظر بقى هو بيأكل كام في المية بيأكلش كام في المية، انت عليه انت عليك راس المال بالكامل وهو عليه الاداره بالكامل بياخد 50%. لا لو انت عليك الفلوس الغنم وهو عليه العلف هيدفع من جيبه، هيدفع من جيبه هو العلف وهو اللي هيراعي كام بكامل المشروع برضك بياخد 60%، بياخد 60%. دي القوانين اللي ماشيه هنا جنبنا، طبعا سواء امهات سواء خرفان تسمين، المهم الربح اخر السنة، الأرباح آخر السنة أو آخر الدورة إذا كانت تسمين. فأنت خليك اللي هو تعتبر في 50% أفضل شيء. الولدة لو عاوز أسمنها علشان أطلعها على العيد نتعامل معاها في الأكل، نتعامله معاها في الأكل وإزاي؟
لا انت كده عاوز كلام طويل عريض، ارجع فين فيديو، في فيديو على القناة اسمه متى تحتاج الصغار للتغذية، صغار الأغنام والماعز للتغذية. ارجع للفيديو ان شاء الله هتعرف ازاي تتعامل معاها، بحيث من قبل ما يتفطم، اول ما تفطمه يكون واخد على العلف وما يرجعش معاك ورا، مش مجرد ما نقطع عنه اللبن يخس الخروف. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة عندي خروف، في حاجة تقصد لغده، اللغد اللي تحت الرقبة، ماشي، لغده تحت الرقبة، تحت رقبته كبر من الليمونة كده، زي ازاي هتروح وايه سببها؟ اول حاجة لغد الخروف ده ما بيروحش. لغد الخروف ده لما بيجي مكان الحنجرة بالظبط، لما يجي يتني رقبته كده بتلاقي حاجة من فوق، بس بتلمسها طرية، جلد، عبارة عن جلد، لغد كده تخين، ده ما فيش منه مشكلة وما بيروحش عادي. ده دليل على ان الخروف ما شاء الله بتظهر في الخرفان كمان العافية اللي شد حلة بيظهر فيها، وفي غنى ما بتكونش شد حلة بس بيظهر فيها اللغد وراسة، فهو اللغد ده ما فيش منه اي مشكلة. السلام عليكم. اذا كان بقى حاجة ناشفة محجرة، حاجة ناشفة يعني زي الخراج، يبقى ده خراج هيتفتح وتتعامل مع معاملة الخراج، بس ما فيش خراج ظهر لي خالص في الرقبة، في اللي هو مكان اللغد، فده لغد عادي مفيش منه مشكلة. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين، النعجة، سؤالين، الأول نعجة، نعجة مع خرفان ومنهم واحدة طلوقة، ينفع تعشر؟ يا جماعة يا ريت اللي يكتب سؤال بس يقراه بعد ما يكتبه، يا ريت اللي يكتب سؤال يقراه بعد ما يكتبه، عشان ممكن إكمال تلقائي يكمل كلمة غلط، أنا بقعد أفك الشفرة عشان نعرف السؤال. نعجة مع خرفان ومنهم واحد طلوق، ماشي، يعني ماشي، نعجة مع خرفان والخرفان فيها واحد طلوق، ماشي، ينفع تعشر كده ولا لازم امسكها له؟ ولا لازم امسكها له، امسكها له، ماشي. ده كده السؤال الاول. لا، الخروف لو شفت، لو النعجة صرفت طلبت العشر بتقف للخروف، ما بتتحركش في الحالة دي، تراقبه، الخروف بينط عليها اتمكن منها ولا ما تمكنش، مش عارف يتمكن، اذا كان الكبش بيضرب لوحده هيتمكن منها لوحده، ما بيعرفش يضرب لوحده هتضطر تساعده وترفع ليها لما تقف، مش تمسكها له اجباري، لانها ما تمسكها له اجباري وهي مش صرفة، احتمال انها تمسك عشر بسيط، يعني ممكن بنسبة 20-30% فقط انها تمسك عشر، تكون انت مسكتها له وهي قربت على ميعاد الصرفة بتاعها، فيحصل يعتبر عملت، مش عارف لك اسمها، ليها اسم هي علمي، يعني حسيتها على انها تصرف فتروح تصرف على طول فتمسك عشر، فاحتماليه انك انت تمسكها النعجه للكبش اجباري دي احتمال انها تمسك عشر احتمال ضعيف، انما لما تصرف احتماليه انها تمسك عشر بتكون احتمال كبير 80% 90% لما هي تصرف لوحدها. فانت لو لقيته مش عارف يضرب يعشرها وهي صرفه، ارفع ساعده وارفع اللي بتاعتها. السؤال الثاني، في خروف نطاح اعمل فيه ايه؟ والنطاح هو اللي طلقه، ماذا افعل؟ لا، النطاح ده هيكسر لك الغنم كلها، ده الخروف الطلقه اللي بينطح ده عيب معيوب في السوق، بينزل سعره، خروف طلقه وبينطح ده معيوب. طبعا دي غريزه في الغنم بتنطح بعضيها، يمكن هو بيتناطح مع الخرفان التانية الذكور عشان ما حدش يقرب على النعجة اللي معاهم، فبالتالي لازم تعزل الخرفان الصغيرة عن الخروف الكبير الطلوق. اما لو الخروف الطلوق نفسه بينطح، اذا كان في البني ادمين او بينطح في النعاج، فلا، ده خروف معيوب، ما ينفعش كطلوقة، ده يدبح، لانه ممكن ينطح واحد مش واخد باله يكسره، ممكن ينطح لك نعجة يسقطها يكسرها يموتها، فده كل ده وارد. فلو هو بينطح بعد ما تعزل عنه الخرفان يبقى كده الخروف ده ما ينفعش. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أجود أنواع الأغنام من حيث طعم اللحم الموجودة في مصر؟ يا جماعة ما فيش حاجة اسمها، كل منطقة معتزة بنوع معين، الطعم كله طالما جبت الغنم، جبت خروف بلدي وجبت خروف برقي وجبت خروف رحماني وجبت خروف أسيمي وجبت خروف برديسي، علفتهم خرفان بتاعتنا البلدي بتاعتنا احنا اللي موجودة في مصر، مش خرفان اللي جنب بره، وعلفتهم نفس العلف بتلاقي نفس الطعم،
العلف عليه دور كبير، عليه 90% في الطعم، فالعلف هيتغطي على طعم اي حاجه. بس طبعا بنتكلم عن انواع البلديه بتاعتنا، ما تجيبش مثلا خروف سوداني وتعلفه معاهم، لا، الخروف السوداني اللي طعم مش بتاعنا احنا في مصر، بتكلم على خرفنا احنا في مصر يعني. اعلفه نفس العلف هتلاقي نفس الطعم. اما بتقول ان كل واحد بعد كده بقى في مصر انا معتز بخروف بحيره، معتزين بالرحماني، يقول لك الرحماني ما يعلاش عليه، البرقي ايه، البرقي معفن ما ينفعش، مش عارف. الاسكندريه ومطروح يقول لك البرقي لا يعلى عليه، انضف لحمه، الرحماني ايه والبلدي وحش. كل منطقه معتزه بطعم لحمه معين. فانت ما تسالنيش انا افضل لحمه في مصر، انت المكان اللي هتبيع فيه تعرف هو اللي انت تستخدمه ايه. اللحم موز مصر. ونفس السؤال بالنسبه لافضل انواع المعيز من حيث طعم اللحم، نفس النظام بالنسبه للاغنام. المعز عموما كلها طعم واحد يعني، ما فيش حد معتز لا ده شامي لا ده برقي ده بلدي ده بور لا ده زرايبي، كله طعم واحد بالنسبه للمعز، ما فيش الكلام ده في الغنم، لان مصدر اللحم عندنا في جميع البلدان العالم يعني مصدر اللحم بيبقى في الغنم مش في الماعز. الماعز دي ماشيه للبن منظره، عندنا هنا في مصر في الغية، لكن اللحم بيجي من الغنم. ما للأسف يا جماعة اللي يكتب سؤاله يكتبه مع بعضي. أنا واضح من أنت بتقول مدي جرعة الديدان أن أنت كنت سائل سؤال وأنا جاوبت عليه وأنت بتكمل لي السؤال، فأنا للأسف مش هنحفظ. انسخ السؤال بتاعك واكتبه، واكتب لي انت تم رد على السؤال بتاعه، وتكتب وتلسق السؤال تنسخه وتلزقه هنا تاني، وتقول لي اذا كان في اجابه زياده، اذا كان في اضافات هتضيفها. انا مش هحفظك، مش عارف انا ايه انت السؤال بتاعك كان ايه. فيا ريت انسخ سؤالك تاني واكتبه لي وقول لي ان انا مدي جرعه ديدان عشان انا اعرف وكان ايه السؤال، عشان اعرف اكمل معاك الاجابه. ربنا يرزقك زر الصرح، اللهم امين. ايه هو الافضل في الامهات والتسمين، الخرفان ولا المعيز؟ ايه هو الافضل في الامهات والتسمين؟ يا جماعه ارجع الفيديو ازاي، عشان كده هنبدا خلاص يا جماعه، عشان اسئله كتير بتتكرر كذا مره، فانا هنبدا نوجع على طول على الفيديو. فين السؤال راح؟ ايه هو ارجع للطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأمهات، وارجع لفيديو الطريقة الصحيحة لبداية مشروع تسمين الأغنام. ارجع للفيديو أنا تعرف إجابتك بالتفصيل. السلام عليكم. هل خميرة الخبز يمكن وضعها على علف علفة الغنم، وما هي الكمية؟ خميرة الخبز هي نفسها خميرة العلف فيما عدا خميرة الخبز خميرة حية نشطة مش ميتة. خميرة العلف بنفس خميرة الخبز بس ميتة، بنستفيد منها، غنية بفيتامين بي، غنية بالعناصر المعدنية كتير، غنية بالبروتين. الخميره الحيه هنا بيبقى فيها الميكروفلورا، بيبقى فيها اللي هي الكائنات الحيه الدقيقه، بتساعد في عمليه الهضم، بتنشط الكرش، بتنشط الهضم الخميره الحيه. فممكن تستخدم الخميره، ممكن تستخدم الخميره الحيه، الخميره الحيه اللي هي الحبيبات، الخميره البيره في مصر يقولوا عليها، الخميره الفوريه، خميره الحبيبات، خميره جافه بتحطها. لا مش الخميره البيره، الخميره البيره عندنا في مصر هي القوالب مكعبات، لا قصدي اللي هي الخميره الجافه، الخميره الفوريه في مصر اسمها الخميره جافه او خميره فوريه. حبيبات دي ممكن تحط كيلو 2 كيلو على الطن، العلف مفيش منه اي مشكله، ممتازه ممتازه ممتازه. صراحه انا اتشبت على الاسماء لانه انا من سوريا. يا اهلا وسهلا بيك. ما الفرق بين الجير وبودره البلاط وكربونات الكالسيوم؟ اول حاجه بودره البلاط وكربونات الكالسيوم واحد، بودره البلاط هي نفسها كربونات الكالسيوم. اما الجير وطبعا من ناحيه الاسم والفايده، قولنا الاسم والفايده، بودره البلاط هي كربونات الكالسيوم، هما الاثنين واحد، وهي مسحوق الحجر الجيري نفسها برضك، وفوائدها مصدر كالسيوم للعلف، بيتحط على العلف كمصدر كالسيوم. اما الجير عباره عن هيدروكسيد الكالسيوم، الجير عباره عن هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو الجير المطفي، الجير الحي اكسيد الكالسيوم، الجير المطفي هيدروكسيد الكالسيوم. الجير المطفي، الجير طبعا جير بس كده معناها جير مطفي. الجير هيدروكسيد الكالسيوم ده بيستخدم في تطهير العنابر، بترشه في الأرضية. ممكن ينضاف على العلف ممكن، ولكن تأثيره كاوي عن بودرة البلاط. التأثير بتاع الجير كاوي، يعني هو مطهر معه بس بكميات قليلة، لو زاد ممكن يعمل لك مشاكل معوية كبيرة، وهو برضك مصدر كالسيوم. بس المصدر الكالسيوم اللي بيتحط على العلف هو بودرة البلاط اللي هو كربونات الكالسيوم. فالجير استخدامته الأكثر في تطهير
الارضيه، بيترش على الارضيه. اخر حاجه البيكربونات، ما تقولش بيكربونات وتسكت، في بيكربونات الصوديوم، في بيكربونات الكالسيوم. احنا بنتكلمه لما نتكلم بيكربونات هنا بنقصد بيكربونات الصوديوم اللي هي في مصر معروفه باسم كربوناتو، كربوناتو معروفه باسم كربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم. دي مادة قلوية بتساعد في الحفاظ على حموضة الكرش، بنحطها في فترة الاستقبال أو بنحطها لما نيجي ندخل الغنم من مراعي، بندخلها على أعلاف مركزة، الأعلاف المركزة بترفع الحموضة في الكرش. فبيكربونات الصوديوم بنحطها بمعدل كيلو لكل 100 كيلو في فترة الاستقبال، عشان لو الحموضة ارتفعت من الأعلاف المركزة في الكرش البيكربونات تظبط الحموضة وتمنع اللكمة. السلام عليكم. اللكمة طبعا اللي هي البشمة، عشان مصطلحات برضه جايب لك بكل المصطلحات، اللكمة او البشمة او التخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في الجزائر تبني فيه بعض الحب نسميه فراج، اذا ادخلت خروفين جديدين ممكن اعطيهم فراج فقط حتى لا يلتكم واعوده العلف الخاص بي، وضح لي الطريقة حفظك الله ورعاك ونحبكم في الله. حبك الله يا اخ فتحي. التبن اللي انت بتستخدمه مش عارف هو تبن ايه، ومش عارف الحب اللي هو فيه عبارة عن ايه. على العموم في فيديو اسمه استقبال الاغنام، وفي فيديو تاني اسمه الطريقة الصحيحة لاستقبال الاغنام لتجنب حدوث اللكمة او البشم، اسمعوا انا شرح بالتفصيل. مش لازم تستخدم تبن فقط لغير الخروف، لو كان هو جاي من المراعي فقط وعاوز دخله على العلف بتخفض كمية العلف المركز، بتحط تبن وترش عليه علف مركز بس واحدة واحدة. الطريقة بالضبط ارجع للفيديوين اللي ذكرت لك اسمهم هتعرف بالتفصيل. استقبال الاغنام في اكتر من فيديو في القناة، في فيديوهات اسمها استقبال الاغنام، وفي فيديو الطريقة الصحيحة اسمه استقبال الاغنام، لا في اسمه الطريقة الصحيحة لاستقبال الاغنام لتجنب حدوث اللكمة. ده شرح نظري، وفي فيديوهات عملية، في فيديوهين نظري وفي فيديو عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رزقكم الله وأخلف عليكم، اللهم أمين. لو سمحت عندي ناجتين والدين عمر أولادهم 3 شهور، عندي ناجتين والدين عمر أولادهم 3 شهور، أودي الناجتين المراح يعشروا دلوقتي ولا أستنى لشهر 5، لأن سمعت إن خلفة الصيف بتكون ضعيفة، آسف على الإطالة. أول حاجة المصطلحات الخاطئة دي، خلفة الصيف وخلفة الشتاء تعبانة، الكلام ده كلام فاضي. الكلام ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للناس اللي بتستخدم مرعى. الكلام ده بالنسبة للناس المعتمدة على المراعي. في الصيف مفيش مراعي، فبالتالي الأمهات بتكون جعانة فبتيجي الخلفة ضعيفة فبتطلع الخلفة وحشة. في الشتاء في الربيع في الخضرة ما شاء الله، فبتيجي ولدة الشتاء الناعجة ما شاء الله بتاكل في الشهرين الأخرين، تلاقي دخلت في الشتاء آخر شهرين بتولد، لقيت الخضره ما شاء الله الدنيا اخضرت، بتلقى مرعى اخضر حلو وبتاكل بتشبع، بتولد في خضره بتاكل بتجيب لبن فتلاقي ابنها طالع حلو. الكلام ده ولدت خلفه الصيف وخلفه الشتاء حلوه وحشه للناس المعتمده على المراعي فقط. اما انا لو الغنم مقفول عليها وبعتمد على الاعلاف مع المواد المرأة اللي بخزنها في المخزن، فهنا مش هتفرق معايا صيف شتاء ربيع خريف، مش هتفرق معايا اي وقت، تعشر في اي وقت وتولد في اي وقت. انما ممكن انت لو عاوز تظبط مواعيد الولاده على مواعيد المبيع بس، يعني بحيث الخروف يطلع معاك على العيد ما يبيتش، هنا اللي فيها اختلاف، انك تظبط على ميعاد المبيع بتاعك. اما النعجه عندها ولاده 3 شهور، 3 شهور يتفطموا ما فيش مشكله، بس اهم شيء يكونوا شبعوا لبن، شايفهم شبعانين لبن كويسين، وتشوفهم معتمدين ما لا يقل عن 80% على العلف. المفروض 3 شهور ده معتمد 80-90% على العلف، فما فيش مشكله لما تفطمه مره واحده مش هتلاقيه بيخس منك، لانه هيعوض ال 10% اللي بياخدهم من اللبن هيعوضهم في العلف، فما فيش مشكله لو الخلفه كويسه. لو شايف الخلفه ضعيفه لا اديهم كمان 15 يوم 20 يوم وابدا اعمل لهم وجبه علف ليهم مخصوص لوحديهم بحيث بروتين عالي عشان لما تفطم ما يخسوش منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محتاج نصيحه خلاص لوجه الله، هل مشروع تسمين الأغنام يعتبر من المشاريع الناجحة في مصر ويمكن الاعتماد عليه كمشروع رئيسي قائم بذاته، أم هو فقط مشروع جانبي أو ثانوي، بمعنى أن أرباحه لا يعتمد عليها
كدخل ثابت لاني عاوز اترك عملي بالخارج واستقر في بلدي، فهل في مخاطره اذا اعتمدت عليه كمشروع رئيسي لي؟ ومن وجهه نظرك ما هو اقل تقدير لراس المال الذي ابدا به المشروع لتامين دخل مجزئ اعتمد عليه ويعوضني عن عملي بالخارج، ام اصرف نظر عن هذا المشروع من وجهه نظرك كونه غير مجزي او يوجد به نسبه مخاطره على راس المال او عدم ثبات الدخل او اي سبب اخر من وجهه نظرك؟ واسف للطلب. اول شيء انا عاوزك تذكر لي مشروع واحد فقط لا غير، عاوزك تذكر لي مشروع واحد حلال، لان هنتكلموا في حاجات ربويه تاني ملناش علاقه بيها، انا بتكلم في مشروع حلال. جيب لي مشروع واحد حلال مفيش فيه مش هنقوله بقى مخاطره، انت بتتاجر وبتاخد بالاسباب، بتشتغل في المشروع تاخد بالاسباب. فجيب لي مشروع مفيش فيه مخاطره على راس المال، يعني جيب لي مشروع لا يحتمل الخساره. مفيش مشروع في الدنيا لا يحتمل الخساره، مشروع حلال مفيش مشروع حلال في الدنيا لا يحتمل الخساره، دي قاعده. لكن انت بتعمل ايه؟ بتاخد بالاسباب وتتوكل على الله وتشتغل. ايه هو الاخذ بالاسباب؟ الاخذ بالاسباب ده بقى اللي هو الطريقه الصحيحه لبدايه مشروع تسمين الاغنام. لازم تاخد بالاسباب، لازم يكون عندك خبره. خبره، الخبره هتيجي بايه؟ انا بدي بحاول اديك الخبره 50% عملي، اما ال 50% نظري، وال 50% العملي اللي انت هتطبقهم وتشتغل بيهم عملي، دول انت هتجيبهم لما تطبق عملي. فالخبره لازم من الخبره، واهم خبره الخبره التسويقيه. فكل ده مش هيجي غير بالعملي. هتقول ازاي اعمل خبره تسويقيه؟ اقول لك مش هتيجي غير بالعملي. تشتري غنم وتعرف الناس حواليك انك عندك غنم وانت بتسمن فيها، اذا كان عندك صفحه على الفيس بتبيع على الفيس، بتعرض على الفيس الغنم وهي بتسمن، الناس متابعاك بحيث اول ما تيجي تبيع تلاقي زباين. حاجات كتير كلها مش هتيجي غير عملي، مش هينفع شرحك نظري. نزول السوق مفيش مشكله لو انت ليك تعرف تنزل السوق وتبيع في السوق، مفيش اي مشكله، بس كل برضك حتى السوق عاوز خبره، وعاوز خبره روح وجاي كتير. السوق مش من يوم وليله هتجيبه وتكتسب الخبره وتعرف تبيع فيه، لا ده تاخد شهور في السوق عشان تعرف تبيع والناس تعرفك ويبقى مصدر المبيع بتاعك في السوق. لازم تكون معروف في السوق عشان تعرف تبيع كويس على طول. المهم دي اما من ناحيه اللي هو مشروع يعتمد عليه، انا عن نفسي معتمد عليه، انا عن نفسي ما عنديش اي شغل تاني غير شغل انت الغنم. عن نفسي انا بذكر لك نفسي والحمد لله عايش منه تمام التمام. فاما من ناحيه اقل عدد راس المال، لا مفتوح، ما انا ممكن تبدا ب 30,000 40,000 50,000 100,000 على حسب. طبعا انا ما بنصحكش طالما ما فيش خبره تبدا بعدد قليل، كحد اقصى تبدا ب 50 30,000 40,000، تجيب لك 20 خروف تسمين وتجرب فيه كحد. طبعا كمكسب انا بنقول لك مش عاوز اصدمك، بس تحط الخروف 100 جنيه في الشهر، ممكن يقل لان معلش البلد كل حاجه عايمه فيها، عشان اذا كنت انت بره مصر ومش عارف المفروض عندك الاخبار يعني اول باول. الدنيا بيتلعب بيها، الاقتصاد بيتلعب بيه في كلمه واحده، كلمه واحده بتنزل البهايم في التراب، البقر بقى في التراب، وفي كلمه واحده برضك الغنم نزلت في التراب بسبب رخص البهايم. ففي طبعا مع ثبات السوق اعمل حسابك في حدود 100 جنيه كمكسب الخروف في الشهر، وممكن في دوره 5 شهور تلاقي 300 جنيه بس في الخروف. ما بقولكش ارقام خياليه، ما بحبطكش من المشروع، بس ممكن تلاقي اكتر، ممكن تلاقي في الخروف 1000 جنيه في الدوره، وهتسمع ناس كتير بتقول لك كده. دي راجعه للخبره بتاعه الشراء وخبره تكوين العلف، بتعرف تكون علف بروتين عالي وسعر رخيص، وتعرف تبيع بسعر غالي بسعر كويس محدش يضحك عليك. كل ده متوقف عليها. ففي حاجات كتير لازم تاخد بيها قبل ما تبدا المشروع. فلما تبدا نصيحه، ابدا بمشروع ثانوي، ما تبداش بمشروع رئيسي. يعني 15 خروف 20 خروف كده تسمنهم 4-5 شهور، العيد داخل اهو، وتشوف نظامك في الغنم هتعمل ايه. ممكن علفة من مكونين بنسبه بروتين 18%، لا والله ما ينفعش اقول لك انا علفة، انا عامل 5-6 فيديوهات على القناه، ادخل وشوف الخامات اللي انت متوفره عندك. انا ممكن اقول لك خامتين مش متوفرين عندك، يبقى ازاي هتعملهم انت؟ انزل، وممكن يكونوا الخامتين عندي رخاص وعندك غاليين، انا مش عارف انت اصلا في مصر ولا بمصر، وحتى لو في مصر انا في اسكندريه غير في الصعيد غير في القاهره. فانت قول لي انت تشوف، ارجع للفيديو تكوين الطريقه الصحيحه لتكوين
علف تسمين الاغنام بقى نسبه بروتين واقل سعر ممكن، وشوف الخامات المتوفره عندك والبدائل اللي انا ذاكرها، وانت هتعرف تكون علف. في اكتر من فيديو للعلف، في 5 فيديوهات في القناه عن العلف. كون العلف وبعد كده انت ماشي، انت ذاكر ايه؟ ذاكر وراها اهوت، مش انت احمد علي؟ احمد علي ماشي. علفه بنسبه بروتين 18%، مكونه من مكونين ذره وكزب السمسم، مع الاضافات 100 كيلو يعني 70 منها ذره و30 منها كزب سمسم. مفيش مشكله اذا كنت انت حاسبها 30%، مفيش اي مشكله. 30 تعتبر 30% في 4 اديك 12، 12 و7 12 و7 طب 19 تقريبا 18% مظبوط تمام، تقريبا 18% تمام، مفيش مشكله. بس العلفه دي ما تنفعش حاليا، سعرها يبقى غالي جدا جدا جدا، بسبب ان الذره النهارده ب 5 جنيه في مناطق بتتباع ب 5 جنيه في مناطق ب 5 الا ربع، فالذره غاليه جدا جدا. 9% بروتين ب 5 جنيه، العلفه دي سعرها هيوصل 6 جنيه، وده سعر غالي جدا جدا جدا. المفروض علفة التسمين ما تقلش عن 16%، ما تزيدش عن 4.5 جنيه الكيلو، دي قاعدة في التسمين في مصر، حطها حلقة في ودانك. تسمين في مصر في الوقت الحالي لا يتجاوز سعر الكيلو العلفة 4.5 جنيه المفروض، ولا يقل نسبة البروتين عن 16%. ازاي تعملها بقى؟ انت تدور المخلفات، دور ازاي عشان تعرف تكسب في مشروع التسمين. سؤالي هو كتر الصوف على النعجة تؤثر او يصعب على الخروف تلقيحها، مع العلم ان المكان دافئ لو قصيته مفيش مراعي؟ لو النعجة صوفها كبير زيادة عن اللزوم، مثلا زي في النعاج البري كده صوفها زيادة عن اللزوم وداخل شتاء، مفيش عاوز ساعة عملية التلقيح عندك اعداد ومش عاوز امسك النعجة للخروف او اساعد الخروف تعمل لوحده، فمفيش اي مشكلة، بتتقص ليا فقط لا غير. تسيب الصوف زي ما هو عشان هي غنم مراعب عشان ما تسقعش منك، وتقص من عند الفخده من ورا والليه بالكامله تقصها. ناس كتير غنمه بتعمل كده، بتقص الليه الصوف الليه، وناس بتقص الليه لسبب كمان، عشان الليه بالذات في الخرفان الفلاحي التقيله اللي هي بتاعتها متنيه بتعمل جرب وبتدود وبتعمل روائح وبتعمل مشكله جامده، وبتبقى بقره الجرب في الغنم، مكان ممتاز للنمو البكتيريا والفطريات والحشرات. الليه التانيه مطرح التانية بتاعت الليه، ففي ناس ما بترضاش تقص الغنم مصاريف فبيقص الليه فقط لا غير. انت عاوز تقصها عشان تساعد في عمليه الضروبه تعشير، قص الصوف اللي هو من الفخده من ورا كده للناحيه التانية والليه كمان، بحيث لما يجي يضرب يعرف يعشر، وسيب الصوف زي ما هو. قشر الفول البلدي مفيد بنسبه قد ايه؟ قشر الفول ولا الرد افيد؟ اول حاجه طبعا قشر الفول متوقف فايدته على نسبه الكسر فيه، فلو بتتكلم على قشر فول صافي الرد احسن مليون مره، ما يتقارنش ده مع ده، الرد احسن مليون مره. اما قشر الفول فايدته متوقفه على نسبه الكسر اللي فيه. هل ضروري زياده كميه العلف في فصل الشتاء اثناء ايام البرد الشديد؟ طبعا العلف معروف انه بيدفي الجسم بيسخن الجسم، فما فيش مشكله. هو يفضل لو انت عندك برد شديد يفضل انك تزيد العلف. طبعا ناس كتير تقول لك الخروف في الشتاء ما يعني جالس وقال قبل كده الخروف في الشتاء ما بيزيدش، لا اللي هو التسمين في الشتاء مش خروف الشتاء، تسمين في الشتاء ما بيزيدش الخروف. بقول لك ان ده الكلام غلط، ووضحته من شويه ان وقت ممكن اللي بمكان اللي الناس اللي منتشر عندها الخبر ده ان معتمده على المراعي فقط، فالخروف اللي بيتسمن في الشتاء ده مولود في الصيف وما فيش مراعي، فبالتالي الخروف بيطلع ضعيف ومش ما تأسسش كويس، فبيطلع معدل تحويله زباله. مش قصة ان هو ما بيزيدش في الشتاء، لا، احسن تسمين عندي في الشتاء الخروف اترسوا علف وانت ما تخافش، لان العلفه في الصيف في عز الظهر في الحر ممكن تموت الخروف لو تقلت العلفه. العلفه ممكن تموت الخروف لو علفه تقيله في عز الحر، وخروف اكل بكميه من قبل ما يتلكم هيموت، من قبل ما تظهر عليه اعراض اللكمه في الحر الشديد. في الشتاء مفيش مشكله، زود العلف مفيش مشكله 100%، زود العلف عشان حتى تعوض
تفضل الغنم بتاعتك دافية. عشان كده انا بقول لك انا عادي نقص غنم لو في شهر واحد في عز الساعة، بس تكون بتعلف وتكون عرقت الغنم، تكون عرقت من ايه اللي بيخليها تعرق؟ العلف. الغنم عرقت من العلف، عرقت تتقص حتى لو في شهر واحد، بس تكون المكان دافي اثناء القص عشان ما يجيلوش برد. معلش انا اسف ده لحضرتك. انا كده من شهر 4 ابتدي افرش البرسيم في الشمس لغايه ما ينشف خالص، وبعد كده اخزنه عادي. مش تخليه البرسيم لما ينشف يبقى زي التبن اصفر، لا كده ضيعت منه فايده كبيره. لا، البرسيم يتساب في تنشره يوم وتقلبه تاني يوم وتقلبه بحيث ينشف وانت محافظ على اللون الاخضر، ينشف وانت محافظ على اللون الاخضر. يعني بيت يوم تروح قلبه تاني يوم، لان من تحت هتلاقيه مرطب طري، ومن فوق هتلاقيه نشف بس حافظ لونه اخضر لسه، تقلبه ياخد وش كمان من تحت تخزنه بحيث ما يكونش مرطب ما يكونش طري وما يتحولش للون الاصفر، تحافظ عليه تنشفه وتحافظ على لونه الاخضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هي الاسره اللي ترتكز عليها علاقة الاعلاف المركزه للامهات وهي فاضيه وفي اول العشار واخره، وكم هي الكميه المقدمه لكل راس؟ والرجاء ذكر بعض الخلطات. للاسف والله ذكر بعض الخلطات، انا ما ينفعش اذكر بعض الخلطات. انا ذاكر عامل فيديو فيه بعض الخلطات بس كنت عامله في بدايه القناه، يعني كنت معامل على اساس اني معتمد على مصر فقط، لكن ما شاء الله مشاهدين كتير بره مصر والاسعار تختلف 180 درجه عن مصر، فما ينفعش. انا عملت كده، عملت سلسله فيديوهات عن تكوين الاعلاف. من ناحيه تكوين الاعلاف، شوف ازاي تكون علف بعد نسبه بروتين واقل سعر ممكن، والبدائل بتاعه كل عنصر. ادخل على مجموعه الفيديوهات، 5 فيديوهات تقريبا او 6 في القناه، اسمعهم هتعرف تكون علفتك بنفسك على حسب الخامات المتوفره عندك. اما من ناحيه الاسس، الاسس فقط لا غير، اساس واحد بناخدوه هو نسبه البروتين، اساس واحد بناخدوه نسبه البروتين اللي على ضوءه المفروض باقي العناصر بتيجي، لان احنا تعتبر كفلاح كمربي بسيط عاوز حاجه قريبه، حاجه تقرب لي العلفه المثاليه بتاعتي، وانا باخدش غير نسبه البروتين. حتى تلاحظ اي علف جاهز في السوق بيذكر لك عليه نسبه البروتين فقط على الشكر، لا بيذكر الطاقه، لا بيذكر الالياف، لا بيذكر بيذكرش اي حاجه تاني غير البروتين، لان هو المتحكم الاساسي في سعر العلفه. اما من ناحيه اذكر لك علفه، قلت لك انت تعرفها بنفسك وهتكون بنفسك على حسب الخامات المتوفره عندك. الاسس اللي بيرتكز عليها انا قلت لك نسبه البروتين فقط لا غير. وارجع لفيديو متى تحتاج الامهات الى التغذيه، الوقت الذي تحتاج فيه الامهات للتغذيه، هتعرف ان في وقت معين الامهات بتحتاج فيه تغذيه بكميه كبيره بغض النظر عن نسبه البروتين، بس بتحتاج التغذيه ضروري عشان الجنين اللي في بطنها وعشان لما تولد، اللي هم 4 شهور اخر شهرين في الحمل واول شهرين في الرضاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو هعمل العلفه دي 65 غله 25 رده 25 كسر فول صافي بدون قشر، اجمالي 150 كيلو، حسبت نسبه البروتين 18.5، هل تمام لو حسبتها 18.5؟ تمام. هل تنفع الاغنام من مرحله الانيه للتشطيب؟ تنفع طبعا، ما فيش اي مشكله، بس الغنم لو هتقلها كبيره ال 18.5 دي تعتبر عالي عليها، خفض كسر الفول وحطه في الغله لو سعر الغله ارخص بكتير من كسر الفول. اما لو الاثنين قريبين من بعض، الاثنين قريبين من بعض، تشوف مصدر فيك حاجه اسمها كسر غله بتيجي ب 3.5 جنيه تقريبا، ممكن لما الغنم تكبر. في الاول 18 غله ممتازه، لما الغنم تكبر في اخر شهر اخر شهرين غنم كبرت تقلت معاك خمسينات ستينات، فالعلف ده يعتبر تقيل على نسبه البروتين عالي عليها. اما انك تخفض الكميه وتزود الماده المالئه، يعني تخفض 0.5% مثلا، او تخف بدل 3% تخليها 2.5%، تخليها 2.25% وتزود الماده المالئه، او تخفض نسبه البروتين شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اشتريت معز عشار وظهر عليها كحه شديده وبرد، وبعدها بفتره ظهر جرب وحقنتها يعني جنتا مايسن 2 سنتي، ممكن تحدد لي نوع شربه الديدان؟ كل انواع الديدان الاول اديت جنتا مايسن. جنتا مايسن يعتبر علاج اسهالات، جنتا مايسن يعتبر لعلاج الاسهالات. ممكن تحدد لي نوع شربه الديدان؟ نوع شربه للديدان كلها ليفا فلوك، ليفا فلوك او ترايميك. هنذكره لك برضك اهي، ليفا فلوك او ترايميك.
ده بالنسبة شربة لكل أنواع الديدان. وبتشتغل برضك على الجرب على فكرة كمان. ده ريت تفيدني أعمل إيه مع الأمراض دي بعد الولادة؟ بص، هو لو هي عشرة لسه في البداية، بالنسبة للكحة، الكحة الشديدة دي تايلوزين، هي 20 كيلو، وزنها تديها 2 سنتي عضل، 2 سنتي عضل. لو رقبتها تخينة تديها في الرقبة عشان الإبرة تقيلة شوية، أو تديها في الفخدر. بس ممكن أنا خايف إنك تعمل لها مشكلة لو أنت بتعرفش تدي، لو أنت جديد بتعرفش تحقن. لو بتحقن بتحقن كويس، اديها 2 سنتي تايلوزين عضل، سواء في الفخدة سواء في الرقبة، مش تحت الجلد، في الرقبة بس عضل. ارجع لفيديو طريقة حقن الأغنام لو مش عارف تحقن. فممكن تحقنها وإن شاء الله مش هيأثر عليها التايلوزين وهي على الشعر بإذن الله. بالنسبة للكحة الشديدة ناشفة، اديها 2 سنتي تايلوزين لو هي وزنها 20 كيلو. اما لو هي قربت تولد بعد الولادة اديها التايلوزين. والشربة برضك المفروض تكون بعد الولادة، بس لو انت شايفها حالتها صعبة مش هتستحمل بعد الولادة، يبقى هتدي الشربة، وبعد الشربة 3-4 أيام 5 أيام اديها التايلوزين، وان شاء الله ربنا يستر معاك وتعدي بخير. انا من القاهرة، فلوريكول غير متوفر حقن متوفر شراب بنحطه على المية؟ لا طبعا، الشراب ده بتاع الفراخ ما بيجيبش نتيجة مع الغنم خالص. فلوريكول اللي بنحط على المية ما بيجيبش اي نتيجة مع الغنم، لازم حق. جزاك الله خيرا ورزاك الذرية الصالحة، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت خروف 30 كيلو اقصى حد في العلف كام في المية؟ ده كام في المية فول صويا؟ لا ما تصحكش تزود عن 25، لما على حسب الخامات الباقية. انا مش عارف الخامات الباقية اللي انت استخدمها. تذكر لي فول الصويا، وانا مش عارف الخامات التانية ايه المكونة. او عموما البروتين ما تزودوش، خروف 30 كيلو ما تزودوش باي حال من الاحوال عن 20%، ما يزيدش عن 20%، ما تزودش البروتين عن 20%، ده كده بالزيادة خالص. اما على حسب انت هتستمر عليه، مش قادر، انت ممكن تاكل 25% بس، ممكن اسبوع اسبوعين، مش فترة طويلة. انا بتكلم انك انت تستخدم العلف على طول، ما تزودش. ده مش على طول، قصدي النهاية يعني كمرحلة ال 30 كيلو في البداية ما تزودش، ده كحد أقصى 20% نسبة البروتين. أما فول الصويا كام؟ أنا مش عارف باقي المكونات إيه. على ضوء نسبة البروتين الأخيرة النهائية، حط، تقدر تحط أقصى كمية فول صويا حب. أنا هربي غرفان التسمين، هجيب عمر 5 شهور، ولو جبت 7 ذكور و2 نتي ينفع؟ لا، لو هتسمن وهتجيب نتيات، النتيات مش هتخلي الذكور تاكل وهيقعدوا يجروا وراهم، لا ده هياكل ولا ده هياكل. لما يكبروا عمر 7 شهور ولا 8 شهور هيقعدوا يجروا ورا بعض. مش هي، ما تجيبش طالما بتسمن، ما تجيبش في وسط التسمين نتيات، النتيات لوحدها والتسمين لوحده. عندي معده شهر 4 شهور رجليها وجعها، اسبوع تخف بس مش خالص، واسبوع ترجع تعرج، بقالها على النظام ده شهر، معلش رد عليها ضروري. معده شهر 4 شهور دي اكيد داخله في دور تسمم حمل، لو زاد عليها التسمم هتقعد في الارض ومش هتعرف تمشي خالص. فكده المعزة عندها نقص في الكالسيوم، وتديها ابر مالتي فيتامين، عاوزة تتحقن، مالتي فيتامين ابر، مالتي فيتامين وتديها ابر كالسيوم. الكالسيوم عبارة عن كالسيوم مع كافوزيل، حقنة كالسيوم مع كافوزيل. ممكن مش عاوز تحقن ياما، المالتي فيتامين حقن مفيش مشكلة. دي مثلا مش عارف وزنها دي، بس مثلا لو هي مثلا 30 كيلو ولا حاجه، كل يوم 3 سنتي مالتي فيتامين حق، دي مثلا 3 ايام ورا بعض، 3 ايام ورا بعض كل يوم مالتي فيتامين حق. وبالنسبه للكالسيوم، مش عشان ما تحنش ياما، بلاش تحن تجيب كالسيوم حقن، في كالسيوم شرب بودره اسمها، او ممكن تجيب ديكال 12 بشري، حاجه اسمها ديكال 12، دواء بشري شرب ديكال 12، وتديها كل يوم. مثلا في البداية ممكن تديها 15 سنتي الصبح و 15 سنتي بالليل، لو هي المعزة حوالي 30 كيلو تديها 15 الصبح و 15 بالليل، وبعد كده لغاية ما تخلص لما كده يبقى 30، فاضل لك فيها، هيفضل فيها 90 سنتي، كل يوم تديها 15 سنتي، أو كل يوم تديها 20 سنتي لغاية ما تخلص. يعني أول يوم 30، 15 الصبح 15 بالليل، وبعد كده كل يوم 20 سنتي. بالنسبة لده مصدر كالسيوم، الديكال ده 12 عبارة عن كالسيوم وفيتامين بي. ولو في عندك عسل اسود ممكن كل يوم تديها 50 سنتي عسل اسود كده في البوق.
تشربوا منها ان شاء الله هتقف معاك وتمشي كويس وتهتم بالتغذيه بتاعتها كويس. انا عندي حواله صغيره وزن 11 كيلو لغايه 17 وضعيفه وبترضع من امتها وعايز لها خلطه مضبوطه. تمام، عاوز خلطه مضبوطه لازم تدخل كسب الصويا بغض النظر عن سعره، سعره 9 جنيه وصل بس ما فيش مشكله. كسب الصويا بما ان غنم صغيره ما بتاكلش، الخروف مش هياكل يعني 15 في يعني مش هياكل 400 جرام في اليوم، 350 جرام متوسط كده في بعضيهم. لازم تعمل علفة بروتين عالي بصورة ناعمة لو الغنم ما بتعرفش تاكل الخشن لسه صغيرة، يعني ممكن تبقى مجروشة. يعني لو هتحط دشيشة، طبعا دشيشة غالية بس بقول لك لو هتحط دشيشة، دشيشة تبقى مجروشة، الحب يكون مجروش زي السكر كده مش مجروشة خشنة، وسط او ناعم زي السكر، مش ناعم طحين انما يعني تكون مجروشة زي السكر. تعمل علفة لا تقل بروتينها عن 20%، تعمل علفة ما يقلش بروتينها عن 20-22% للأوزان الصغيرة دي، وتعزلهم وتحط لهم الأكل. راجع فيديو متى تحتاج الأغنام إلى أو طريقة متى تحتاج المواليد للعلف، مواليد الأغنام والماعز. أما من ناحية العلفة أنا مش هنقول لك علفة إيه هي بالظبط، بس أقول لك لازم تدخل كسب الصويا، لازم يدخل في العلفة بتاعتك عشان هو اللي هيرفع نسبة البروتين 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي نعجة بتاكل كويس بس ما بتزيدش وجسمها ضعيف ومعظمة مع اني بعلفها طول السنة مع اكل المرعى، وعندها تضريس في فمها وده عرفته من فيديو حضرتك، وهي لسه والدة بقالها اسبوعين. الضرع ظهر كويس بس لما بمسك حلمة الضرع زي ما يكون ما فيهاش لبن، اعمل ايه معاها وانا في اضافات؟ اول حاجه التضريس ده هيمنعها انها تاكل كويس، لو انت شايفها بتنزل الاكل من بقها دي تضريس. تشوف واحد غنام او اي واحد عنده خبره يتدخل، واذا كان في درس بارز ولا حاجه او مكسور يطلعه لك بحيث تعرف تاكل كويس. لو فيها درس بارز ولا حاجه، لو هي بتمضغ كويس المضغه بتاعتها كويسه بتلاقيها نعم طبيعيه ما فيش فيها مشكله، دي ما فيش فيها اي حاجه عادي. اذا كان فيها درس مكسور ولا حاجه ده ما فيش منه مشكلة. التضريس ان ما يقدرش الفكين يوصلوا لبعض، ما بتعرفش ده وهي بتاكل برسيم تلاقي البرسيم بينزل من بقها نص مضغة، ما بتمضغش كويس، فدي ضروري دي طبيعي هيحصل فيها الخسائر، لازم يتعالج التضريس اللي فيها. ضعيفة وانت لسه والدة اديها ايفوماكو شربة، ممكن تكون نعجة مليانة ديدان لازم تجرعها تديها شربة الديدان وتديها ابرة الايفوماك السوبر. اما من ناحيه هي بس ما ينفعش انت بتقولي بعلفها كويس وبترعى عاوز حاجه تزود اللبن، هو العلف الكويس هيزود اللبن، ولكن انت لو هي فيها ديدان لو بتاكلها فول صافي مش هتزيد معاك، لان الديدان هي اللي بتاكل العلف مش النعجه اللي بتستفيد من العلف، الديدان هي اللي فلازم تتخلص من الديدان. اديها شربه الديدان شربه وابره الايفوماكس السوبر. ما هي اسباب التهاب الرحم عند الماعز وطرق تجنبه وايه اعراضه؟ لا والله ما تسالنيش عن اسباب، هنخش في مجال الطب بطري الله اعلم باسبابه، انا اقول لك لما بيجي. لما بيجي هو طرق تجنبه، في مضادات حيويه بتتحقن بعد الولاده، في مضادات حيويه بتتحقن بعد الولاده لتنظيف الرحم، من ضمنها البنسلين 3 ايام او يومين على الاقل. ده البنسلين يعني لو في اي التهابات في الرحم انا بعالج بالبنسلين، المعالجه لو في التهاب رحم بيتم المعالجه بالبنسلين. البنسلين 3 ايام حق عضل سنتي لكل 10 كيلو ان شاء الله بيروح الالتهاب، بس بياخد مع اول ابره بتاخد استروميت اللي هو هرمون الصروفه او الهرمون اللي يخلي النعجه او المعزه تصرف بحيث عنق الرحم يتفتح عشان تفضي الصديد لداخل الرحم. اول يوم استروميت سنتي استروميت مع مع بنسلين 3 سنتي لكل 10 كيلو، وطبعا الاستروميت اول مره واحده بس، وبعد كده 3 ايام اللي هم البنسلين عشان يساعدوا في علاج الالتهاب وينشف الالتهاب داخل الرحم. اعراضه ممكن ما يظهرش عليها اي اعراض المعزه، بتاكل وبتشرب تمام التمام 100% بس ينط على الذكر مره واثنين وثلاثه وعشره ما بتمسكش. وممكن الاعراض التانية اللي بتبقى ظاهره، في بعض الاعراض بتظهر، ده اعراض مش ظاهره، في اعراض تانية بتظهر
بتلاقي صديد ابيض نازل، يعني حاجات متجبنه، مش سائل ابيض شفاف ده علامه انها صرفه، مش سائل ابيض تخين بعد الضروبه بيومين ثلاثه ده تنظيف. اما مواد متجبنه كده زي الخراج زي القيح وليها ريحه معفنه ده دليل على الالتهاب، بتلاقيها بتنزل القيح ده بتنزل التجبنات دي من ورا من الحياة بتاعها، ده علامة على وجود التهاب رحم. إيش الفول البلد يعتبر بديل للردة في العلفة؟ لا طبعا، الردة لو قلنا بديلها ممكن نقوله قشر الصويا الناعم اللي هو فيه نسبة حت كويسة يعني، وطبعا الردة أحسن برضك ولكن هنقوله تقريبا. إنما قشر فول بلدي صافي، لا قشر فول بلدي بدون أي كسر، لا طبعا الردة أحسن مليون مرة. تقريبا اللبن بالبرونة يبدأ من 200 ملي وتنتهي ب 500 ملي خلال فترة ما قبل الفطام. والله ما فيش مشكلة على حسب حجم المولود، أو ممكن تبدأ ب 200 ملي للرضع الواحدة يعني، ما فيش مشكلة، بس نص كيلو للرضع الواحدة لا يبقى كتير. أنا مش فاهم تقصد إيه ب 200 ملي في اليوم وينتهي بنص كيلو؟ لا أنا عنتر ما شاء الله كان بياخد كيلو وفات الكيلو كمان، كيلو وربع في اليوم، بس ما راجع لنوع اللبن اللي أنت بتستخدمه، بقري جاموسي لبن مجفف جاهز اللي هو اللبن المخصص لرضاعة العجول. الله يبارك فيك يا أخ اتش آر. السلام عليكم، لو سمحت يا هندسة، هو الصنادل يعرف الغنم عشر بعد قد ايه من التلقيح او بعد ما تأتي من المراح؟ ولكم جزيل الشكر. الصنار في نوعين، في صنار داخلي، الصنار بتاعه البروب بتاعه بيكون صغير مش عارف اسمها ايه، مهم الراس بتاعته بتبقى صغيرة بتدخل داخل بداخلها من داخل فتحة الشرج ويبين، ده سونار داخلي. وفي سونار تاني بيبقى زي المشط كده عريض ما بيجسش غير خارجي، الخارجي ده بيجيب على 40 يوم، الخارجي على 40 يوم. اما الداخلي اللي بيدخل من فتحة الشرج من ورا ده بيبقى بيجيب على 25 يوم، 22 يوم ممكن يظهر على خبرة الدكتور اللي بيستخدمه. يعني انا كنت بجيب على 25 يوم، 27 يوم، وساعات بتيجي على 20 يوم بس بصعوبة شوية، فمتوسط 25-30 يوم هيظهر واضح للسونار الداخلي، 25-30 يوم. اما خليك في الامان عشان ممكن يكون الدكتور ما عندوش خبرة او الجهاز وحش يقول لك فاضية وتطلع هي عشر وتروح توديها وتعمل، لا فخليك حد ادنى شهر ونص شهرين هيظهر واضح اول ما يحط بيبان، سواء خارجي سواء داخلي، ما تجسش اقل من شهر ونص شهرين. متوسط درجه الحراره عند الاغنام، انا متوسط درجه الحراره عند الاغنام ديت انا ما بحسش بالترمومتر خالص، في علامات بتبين لك الخروف ان هو سخن. يعني احنا لو نرجعوا للترمومتر ممكن الترمومتر يكون خرفان، هقول لك ان من فوق ال 39 ده سخن، من فوق ال 39 ده سخن. والله في غنم ممكن تقيسها وتلاقي 39.5 و40 بالترمومتر، بس الغنم ما شاء الله بتاكل وصحتها حلوه، بس ممكن سخنه من العلف، سخنه الصوف عامل عليها احتباس حراري وبتاكل علف متقل، انت العلف ما شاء الله بتدي علف مفتوح، بتدي علف يعني ما شاء الله 3% وعلف تقيل مظبوط، تلاقي الغنم ما شاء الله داخله في العلف 100 100، حرارتها جسمها سخنه على طول، هتلاقيها بتنهج على طول حتى في عز السقعه. انا الغنم عندي والله كان في شهر واحد وفي عز الشتاء وعز السقعه كانت بتنهج، وكانت صفتها صغيره ما كان يعني، كانت غنم لسه رشيح 25 كيلو 20 كيلو، بتنهك في عز الساعة من العلف، تقل العلف، العلف تقيل مسخنها. اما درجة الحرارة فممكن في الوقت ده يكون درجة الحرارة سخن، بس بيبان لك ايه نمتى ان هو سخن فعلا، سخن ده بيقطع اكل، مفيش خروف سخن بيخش ياكل. انت تقيس الخروف بالترمتر وتلاقي 39-39.5 وتقول الخروف سخن وهو داخل بياكل ما شاء الله زي المحرات ما شاء الله عليه، لا ده سليم 100% مفيش في اي حاجة. فالعلامة الاساسية انا عندي بالنسبة لي الحرارة قطع الاكل، وبحسه بايدي فقط لا غير، تمسك الخروف من تحت كده بدقنه من رقبته من تحت بيبان لك سخن، الخروف قطع اكل معنى كده ان المفروض يكون ما اكل، يعني المفروض يكون عنده هبوط، يكون جسمه بارد مش سخن. لو الخروف قاطع اكله وحاطط ايدك على رقبته كده لقيتها ساقعه بارده، الخروف ده عنده هبوط وعاوز يتعلق له محلول بسرعه لانه هيقع، هتقيس حرارته هتلاقيها اقل من 37. لا الخروف قاطع اكل وحاطط ايدي عليه لقيته سخن، لا طبعا قاطع اكل يعني ما هوش واكل يعني جعان،
وسخن من ايه؟ معناها مش العلف اللي مسخنك اصلا، معناها انت سخن بمجرد ما تحط على اي خروف قاطع اكل تحط ايدك عليه يبان لك اذا كان عنده سخونيه ولا لا. سخن يبقى الخروف ده سخن عاوز وقاطع اكل، يبقى عاوز خافض حراره. لا والله بارد يبقى ده عنده هبوط ومحتاج يتعلق له محلول بسرعه. اما بياكل وتحط ايدك عليه فهتلاقي سخن طبيعي، الخروف بياكل حلو وتحط ايدك عليه تلاقيه سخن طبيعي. فالحراره لو عاوز الحراره هي تقريبا في حدود 38.5، 38 ل 39 الحراره المظبوطه يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله ينور هندسه الله يبارك فيك. محتاج حد عنده اغنام على السيف بيورو قريب من محل الكوبري. للاسف والله ما عنديش علم بحد، لو عندي علم كنت دليتك، للاسف ما عنديش علم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، 50 كيلو شعير و30 كيلو فول و20 كيلو نخاله خشنه و25 كيلو دريس، اتمنى ان تزورنا في الجزائر وبارك الله فيك وحياك واحياك على منهج السلف الصالح. اللهم امين يا اخ سعود. انت بس سؤالك ايه؟ والله ان شاء الله ربنا ييسر الحال يا عالم. اذا رحنا اي بلد مع بعضنا في القناه ان شاء الله ينزل خبر بنزول البلد المعين. احنا قلنا نروح السعوديه، قفلت السعوديه الحمد لله على كل حال. ربنا ييسر الحال يا اخ سعود. العلفة ان شاء الله بتاعتك تمام، علفة كويسة بإذن الله. لو بتسأل على العلفة حلوة ولا مش حلوة، العلفة ان شاء الله كويسة، 50 شعير و30 فول و20 نخالة و25 دريس حجازي، تمام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال عن كمية العلف اللي خرفان عمر 3 ل 4 شهور، كم الكمية اليومية للرأس الواحد في المتوسط؟ الخروف قلنا في التسمين السريع بياكل 3% من وزنه علف مركز، ما بتعاملش بالشهر، المعاملة بتكون بالوزن. الخروف بياكل في اليوم 3% من وزنه علف مركز، ده في التسمين السريع. وباقي وبيملى بطنه اي ماده ملقى عندك لحد الشبع بعد العلف. التسمين بطيء بقى على حسب، بتدي 2% بتدي 2.5 بتدي 2 بتدي 1 وبتعتمد على المراعي براحتك بقى. انا بتكلم على اقصى كميه علف 3% من وزن الخروف في اليوم، العلف مركز ويملى بطنه اي ماده ملقه بعد العلف. نحط العلف صحيح ولا ندشه؟ مدشوش اسرع في عمليه الهضم، مدشوش اسرع في عمليه الهضم، المدشوش هو الافضل. ولكن انت اذا كان متوفر عندك حب بدشه، انما مشكله انك تشتري مدشوش جاهز هي ان حبه الذره ممكن بيتكسر منها اجزاء وتجيلك اجزاء معينه عن اجزاء، ومش كل مكونات الحبه فيها نسبه بروتين زي بعضيها. جنين الذرة يعتبر فيه نسبة بروتين عالية، فلو حبيت الذرة اتخذ منها جنين الذرة يعتبر نسبة البروتين هتقل عن 9%. فبالتالي يعني ده الناس اللي بتتحفظ على المدشوش، وإن كانت بتكون قريبة من بعضها يعني، بس من ناحية العلف الصحيح ولا المدشوش فهو المدشوش أفضل، مش المطحون ناعم مدشوش متكسرة. لأن أي حبة القمح الذرة الشعير بيكون عليها غلاف بيمنع وصول المية بسهولة، تاخد وقت عشان الميه تنفذ لداخل الحبه. طبعا الهضم لازم الميه تدخل للداخل، عصارات المعده والميه لازم تدخل داخل الحبه عشان يتم هضمها وامتصاصها، فبتاخد وقت اطول. اما انا عاوز العلف يتهضم بسرعه وينزل عشان يدخل مكانه جديد عشان محتاج تسمين سريع، فالعلف المدشوش افضل. جيب كيلو ذره سليم حب حطه في مثلا نص لتر ميه، وجيب كيلو يعني جيب كيلو ذره حب وحطه في نص لتر ميه او في لتر ميه، كيلو ذرة حب في لتر مية ونفس المية يعني نفس درجة الحرارة، وجيب وفي نفس الوقت جيب كيلو ذرة مدشوش وحطه في لتر مية، شوف انهي اللي هيشرب المية اسرع وانهي اللي هيطرى بسرعة، هتلاقي المدشوش طرى بسرعة اسرع بكتير من الذرة الحب. ده دليل على سرعة عملية الهضم في المدشوش عن الحب. سلفة دي مدين 100%، لا مفيش سلفة ديمدين 100%، سلفة ديمدين 33%، سلفة ديمدين 33% مش 100%، عبارة عن مضاد حيوي بعدما استعملته وكانت النتيجة سلبية انخفضت مناعة القطيع لو تكرمت ما هو بديله. أنا مش عارف أنت استخدمته ليه. السلفة عموما سلفة ديمدين دي بتستخدم للإسهالات، بتستخدم للإسهالات، ده استخدامها الأساسي، السلفة دي منين للإسهالات. فأنا مش عارف أنت استخدمتها ليه، ففي للإسهالات لو أنت استخدمتها للإسهالات في بديل عنها كتير. في حاجة اسمها بنستريب، عبارة عن بنسلين مع ستريبتومايسين حقن.
في جنتا مايسن برضك ده حقن، في ممكن بنسلين لوحده، يعني ده بنستريب عبارة عن بنسلين مع استريبته هو الأفضل من البنسلين لوحده العلاج لسالات. لو مشاكل تنفسية في الفلورفينيكون، في التيلوزين، فأنا في بالنسبة للإسهالات في شربات، في الأدوية البشرية كتير، في أنتينال ممتاز للإسهالات، في كابكت شرب برضك ممتاز للإسهالات، في برشام ستريبتو، في برشام أموكسي للإسهالات بشري. فأنا مش عارف أنت استخدمته ليه، بس أنا ساعات بستخدمه الصراحة بيبقى نتيجته كويسة، ما بيجيبش نتيجة، بس الفدمدين قليل ما بستخدمه. يعني متى يتم فطم المواليد ومتى موعد عشر الأمهات؟ فطم المواليد قلنا مفروض لا يقل معاد الرضاع عن 3 شهور 90 يوم. متى يتم فطم المواليد مفروض لا يقل عن 3 شهور. ومتى موعد عشر الأمهات؟ ممكن الأمهات تعشر على بعد بتولد بحوالي 40 يوم، من شهر إلى 45 يوم الناعجة ممكن أو المعزة بتصرف تاني وتعشر. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخوكم ربي معز من العراق، أهلا وسهلا بيك، نشكرك على معلوماتك القيمة، نشكرك على معلوماتك القيمة التي يستفاد منها جميع المربين. سؤالي، هل علاج هو اسمه فلورفينيكول يعطى للماعز في العضلة أو لا يجوز إلا في الرقبة؟ الفلورفينيكول المضاد الحيوي ده مش الوحيد، يعني وبعض المضادات الحيوية، يعني 90% من المضادات الحيوية بتأخذ عضل فقط. الفلورفينيكول بيتاخد بالطريقتين، عضل وتحت الجلد. يعني ممكن تستخدمه مرة واحدة بجرعة مضاعفة تاخده تحت الجلد، وممكن تتقسم الجرعة على اثنين. يعني بمعنى لو اديته تحت الجلد، طبعا هنا انت بتقلي الرقبة، في الرقبة اللي انت مش واخد بالك، انا عارف تقصد في الرقبة يعني تحت الجلد. الرقبة بيضرب فيها النوعين، في الرقبة بينضرب فيها النوعين، بينضرب فيها عضل وتحت الجلد. ارجع لفيديو طريقة حقن الأغنام. الرقبة ممكن نحقن فيها عضل وممكن نحقن فيها تحت الجلد. عضل معناها في اللحم، تحت الجلد معناها بنخليش السن يدخل في العضل، وبيكون في الرقبة بس. الرقبة نفسها ممكن نحن فيها لو دخلت السن الطويل على طول في العضل فكده ضربت عضل، ولو دخلته موازي للرقبة تحت الجلد ده كده حقنة تحت الجلد، والعضل في مكان عضل تاني اللي هو في الفخدة من ورا. فالفلورفينيكول بيتاخد عضل، ممكن تديه في الفخدة او ممكن تديه في الرقبة عضل، وممكن تديه تحت الجلد، ما فيش فرق. بس لو اديته عضل يبقى سنتي لكل 15 كيلو ويتعاد بعد 48 ساعة. لو اديته عضل سنتي لكل 15 سنتي لكل 15 كيلو عضل ويتعاد بعد 48 ساعة. اما لو اديته تحت الجلد سنتي لكل 10 كيلو مرة واحدة تحت الجلد، وتحت الجلد مش هتفرق، يعني في الرقبة او في الباط اللي هو يعني القبط، تحت القبط في الجلد. فانا كان افضل مكان تحت الجلد انا عندي هو في الرقبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في نظام التسمين القائم على وجبتين، ما أدنى مدة زمنية بين الوجبتين؟ هل توجد مشكلة في طعام الغنم الوجبة الأولى عند الساعة 7:30 صباحا مثلا، والأخرى على الساعة 11 ظهرا مع وجبة مليئة من العلف الأخضر بينهما؟ المفروض أنك بتعلف كل 12 ساعة، علفت 7:30 الصبح اعلف 7:30 بالليل، يعني 7-6 مش هتفرق، ياما ساعة فوق ساعة تحت مش هتفرق. ولكن انك تعلف 7:30 الصبح و11:30 الظهر، يعني كده فرق 4 ساعات بين وجبة الصبح ووجبة الليل، لا ما ينفعش طبعا. عاوز تعمل ومضطر انت، ما فيش مواعيد معك غير المواعيد دي، يبقى كمية العلف هتكون مش مقسومة بالتساوي. بمعنى ان انت لو بتعلف مثلا 10 خرفان مثلا لكل خروف كيلو علف في اليوم، يعني 10 كيلو، هتدي 5 كيلو الصبح الساعة 7 و5 كيلو اخر نهار الساعة 7. طيب لا انا عاوز اعلف الساعه 7 واعلف الساعه 11، يعني هنا الساعه 7 والساعه 11، من 7 ل 11 4 ساعات، من 11 ل 7 18 ساعه، فبالتالي يعني ده ما تعادل 4 × 5، يعني ما تعادل 5 اضعاف. يعني ممكن تحط الساعه 7 ممكن تحط 2 كيلو او 2.5 كيلو او 3 كيلو الساعه 7، ولو جيت الساعة 11 لو هي دي موعدك مضطر، يبقى الساعة 7 تحط مثلا 2 كيلو 2.5 كيلو
الصبح واخر النهار الوجبه، مش اخر الوجبه الثانيه بتاعتك اللي هي الساعه 11 تحط السبعة كيلو، عشان السبعة كيلو دول هيقعد معاه لغايه ثاني يوم، هيقعدوا قدامهم 18 ساعه. لو انت مضطر ما فيش معاك غير الوقت ده، تقسم الكميه العلف على على اساس عدد الساعات اللي هيقعدها ياكل فيها، اللي هيقعد ياكل فيها. عندي جدي وزنه تقريبا 30 كيلو، حقنته 2 سم تيلوزين للكحه في العضل، فبعد ما حقنته لقيته مش قادر يقف على رجليه اللي حقنته فيها، فهل ده معناه اللي انا حقنته غلط ولا الجرعه كانت كبيره والوجع ده هيروح امتى ولا هيظل كده على طول؟ وهل التيلوزين ممكن يتحقن تحت الجلد؟ لا، اول حاجه التيلوزين لا يمكن حقنه تحت الجلد، التيلوزين ما بيتحقنش غير عضل. تاني حاجه، لو الجدي وزنه 30 كيلو وانت اديته 2 سم فالجرعه مش زياده، ده هو ياخد 3 سم كمان مش 2، التيلوزين ياخد 3 سم، سم لل 10 كيلو لو علاج الكحه. انت اديت 2 سم وبتقول وزنه 30 كيلو يعني اقل من الجرعه، لا الجرعه مش زياده خالص، انا بستخدم سنتي لكل 10 كيلو عضل وما بيتحقنش تحت الجلد، الفلورفينيكول هو اللي بيتحقن تحت الجلد وتحت الجلد وعضل الفلورفينيكول، اما التيروزين عضل فقط. فهو اكيد ان انت ضربت الحقنه غلط، ده اكيد ان انت ضربت الحقنه غلط، 30 كيلو و2 سم الجرعه، لا ده انت لو حقنت 3 سم كمان مفيش منها اي مشكله مش 2 سم، فالجرعه مش كبيره بس انت حقنته غلط. اما الوجع هيروح امتى؟ على حسب شده الاصابه، لا قدر الله لا قدر الله ممكن تيجي في العصب، تكون جات في العصب مكنه شلته ممكن تعمله شلل دايم، قربت من العصب او لمست العظم او وجعاه ممكن تاخد من 3 ايام 4 ايام ل 10 ايام وينزل رجليه ان شاء الله، بس انت ممكن تحقنه مضاد التهابات، وللاسف طبعا انت حقنته غلط، فانا خايف مضاد التهابات تحقن غلط يا كمان تعمل مشكله، فان شاء الله سيبه تابعها، بس ما فيش ورم، مفيش ورم، طالما مفيش ورم ان شاء الله تمام، هينزل رجليه خلال يومين ثلاثة اربعة ان شاء الله هينزل رجليه تمام. ما لقيت في ورم لا لازم تدي مضاد التهابات او مضاد حساسية، تشوف الدكتور تقول له عاوز مضاد التهابات او مضاد حساسية، لو لقيت مكان الابرة بيورم جامد ده ممكن يكون عنده حساسية من التيلوزين، فتاخد مضاد حساسية هيستاكيور تقريبا اسمه هيستاكيور، اي صيدلية بترول عاوز ابرة مضاد للحساسية. اما لو ما فيش ورم يبقى لا عاوز مضاد التهابات، ممكن يكون مكان الابرة التهاب مضاد التهابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي نعجة معشرة 3 شهور ونص تقريبا، الى كم يوم بتلف رقبتها لفوق بس ما بتعمل دوران، فقط تلف راسها وتنظر لاعلى البطري، قال لي انه احتمال دودة الراس، هل خطر هذا المرض وما الحل العلاج؟ هي عشر كام؟ عشرة من ثلاث شهور، معشرة من ثلاث شهور وبتلف راسها لفوق، دي خصلة ساعات بتبقى عند المعيز، ترفع راسها لفوق وتلفها كده بدون دوران وتاكل وتشرب طبيعي وكل حاجة تمام التمام، دي اهم حاجة انها اكلتها وشربتها وحركتها كله تمام فيما عدا فقط لغير رفعت الراس لفوق، دي احتمال تكون ديدان، مش ديدان راس بقى، اللي هي اسمها ديدان النغف، ديدان النغف بتبقى داخل الجيوب الانفيه، دي بتطلع بابره الايفرماكتين، بتطلع بابره الايفرماكتين اللي بتتحقن تحت الجلد، ايفرماكتين الصبر، بس بما انها عشر ان شاء الله وبتاكل كويس وهي عشر ثلاث شهور شفت الحاله بتتطور عليها لازم تحقنها ايفوماك وان شاء الله يعدي الجنين بخير وما يحصلوش مشكله. لا والله تستحمل اللي بعد الولاده يبقى ما تحقناش اي حاجه غير بعد الولاده، بس ان شاء الله الحركه دي انا عارفها بتحصل ياما في المعيز بالاخص وبدون اي مرض، بدون اي علاج، ما كنتش في اي مرض، ما فيش اي مشكله ان شاء الله فيها، اهم حاجه اكلتها بس تكون بتاكل وتشرب كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي معزه شامي مليسه وما جابتش خلفه من سنتين، اعمل فيها ايه؟ اول حاجه تشوف سونار، نشوف دكتور عنده سونار يعمل لك سونار عليها يشوف الرحم سليم ولا لا فيه التهابات ولا لا، دي رقم واحد، دي رقم يشوف الرحم فيه التهابات ولا لا، الرحم فيه التهابات هيتم معالجته، ما فيهوش التهابات يبقى النعجة لو هي بتبقى مليسة فعلا سمينة دي يا اما تبيعها تلحم يا اما عاوزها ومعتز بيها هتخسسها هتخفض عنها العلف وتزود لها المادة الملقة، بس العلف كمية العلف القليلة دي
ما تنساش تحط عليها البريميكس الإضافات الفيتامينات والأملاح والخميرة عشان دي إضافات مهمة للحياة. لكن العلف هتخس، هتحرق الدهون اللي في جسمها، يعني تنقص كمية العلف خالص وتعتمد على المواد الملأة ليها لو هي مليسة. أما أنت والله ما فيش سونار، فممكن تحقنها 3 أيام أو 4 أيام بنسلين ورا بعض، وانت بقى هنعتبروها هنعملها معاملة التهاب رحم. بس برضك في نقطة، انت بتقولي مليسة، مليسة تقصد سمينة؟ ما لو هي سمينة قلت لك عاوزة تخس، عاوزة تخس، انا عملت لك الحالتين. لو تقصد انها ما بتمسكش عشر بس هي مش سمينة، يبقى هتحقن 3 أيام أو 4 أيام بنسلين ورا بعض، سنت لكل 10 كيلو عضل، وهتدي في أول يوم هتديها إبرة أستروميت اللي هي 1 سنتي، اللي هو عشان تصرف، عشان الرحم عنق الرحم يفتح ولو في أي صديد ينزل. وبعد الإبرة هتصرف طبيعي في خلال يومين، هتطلب الذكر وتشوف إن شاء الله بعد شهر لو في سونار جسيتها، تيجي الساعة بعد شهر أو شهر ونص هيبان معاك إن شاء الله إذا مسكت أو مسكتش. ما مسكتش يبقى دي تطلع لحم. السلام عليكم، كيف نعالج خروف عن سنة الأبركات؟ كيف نعالج خروف أكل بلاستيك؟ وكيف نعالج أضراس طويلة ويسبب له آلام؟ أكل البلاستيك للأسف ملوش أي علاج. مشكلته الأكل البلاستيك بيتجمع مع بعض، البلاستيك والصوف يتجمع مع بعض داخل كرش ويعمل حصوات كبيرة. التخلص منه ما بيتخلص منه للأسف، ما فيش طريقة أنه يطلع، ولكن مشكلته خطرته في أنه يكون فيه أجزاء صغيرة تدخل في الامعاء وتسد مجرى وتسد الامعاء، فبالتالي بيعملوا عمليه ربط، بيموت بالبطيء، بيمنع الاكل ويموت بالبطيء، ملوش علاج غير الذبح. اما طول ما هي الحصاوه في الكرشه قاعده في الكرش، فان شاء الله في الامان. الخوف ان يطلع منها جزء ويسد الامعاء. ازاي نعالج الاضراس الطويله؟ الاضراس الطويله دي تسبب له الالم، ده بتسبب صعوبه المضغ طعمه، ما بيمضغش العلف، ما بيعرفش ياكل خلاص، وبيحصل له هزال لو في ضرس طويل. لازم واحد يتدخل عنده خبره يخلع الضرس الطويل، لازم واحد يتدخل بس يكون عنده خبره، لان لو دخلت ايدك هيفرم صبعك لو ما خدتش بالك. لو الضرس سايب الطويل ده هيطلع بالايد، اما لو الضرس ماسك جامد بكلاب او ببنسة وهيتم خلعه، بس لازم واحد يكون عنده خبرة عشان يعرف يخلعه، عشان كده مش هيعرف ياكل خالص طالما فيه ضرس طويل. ما هو اسم صفحتك على الفيسبوك؟ اكتبها لك ايه؟ مهندس عبد الرحمن فرغلي، هتلاقي الصورة بتاعتي على الصفحة ان شاء الله. لو سمعت هندسة ينفع أعطي مضاد حيوي مع تحصين الأيفوماك؟ أول شيء الأيفوماك مش تحصين، الأيفوماك هو دواء علاج، التحصين اللي هو الحمى القلعية 8 أمراض، التحصينات دي لوحديها، الأيفوماك عبارة عن دواء علاج. مضاد حيوي مع الأيفوماك لجديان عمر 4 شهور ونسبة البروتين في قشر الصويا كام؟ دايما المضادات الحيوية والأيفوماك كلها حاجات بتجهد الحيوان، فما ينفعش تدي الإجهاد كله مع بعضي، وكذلك التحصين برضك كلها حاجات بتجهد، فما ينفعش. يفضل انت الخروف او وايه هما جديان، الجديان في مرض معين فيها تعبانة من حاجة معينة، تعالج المرض اللي انت شايفه بالمضادات الحيوية المظبوطة، تعالجه الاول قبل ما تدي الايفوماك، يتم العلاج الاول. لو في اي مرض تعالجه، لو في اي تعب يعني ظهر عليهم، عنده التهاب رئوي، عنده برد، عنده كحة، عالج الحاجة دي الأول بالمضاد الحيوي، وبعد المضاد الحيوي بخمس ست أيام أو أربع أيام تدي الأيفوماك عشان ما يحصلش إجهاد وتعب للجديان، ما تديش الاثنين مع بعض، على الأقل ما بينهم أربع خمس أيام أسبوع. بس عالج الأول بالمضاد الحيوي، المضاد الحيوي معناه كده في مرض ظاهر، أما الأيفوماك عشان التخلص من الطفيليات الداخلية والخارجية، جميع انواع الديدان وجميع انواع الحشرات. نسبه البروتين في قشر الصويا كام؟ نسبه البروتين في قشر الصويا، لو قشر الصويا صافي بدون اي حت، لو الخشن ده وما فيهوش اي حت، اعتبره تب 3-4% ولا 5% بالكتير. اما لو قشر فيه نسبه كسر، فهنا المتوقف على نسبه الكسر، يعني قشر الصويا الناعم نسبه البروتين ما حدش حللها، بس انا حاططها كده من دماغي تقريبا، بعتبرها زي الذره في حدود 9-10%.
على بعد كده على حسب نسبه الحته اللي بشوفها في القشر، لان ما بتكونش نسبه موحده ثابته. ممكن تجيلك شكاره خفيفه كلها قشره فقط لا غير، ممكن تجيلك شكاره تقيله مليانه حت، فدي بيكون اجتهادي. فقشر الصويا الناعم اللي فيه نسبه حت بعتبره حوالي زي الذره 9% 10%. لو زادت نسبه الحت شايفها زياده ممكن انت تحسبها اكتر زياده. السلام عليكم. فين السؤال؟ تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 750 جرام شعير و500 جرام خبز ناشف ومرعى او ماده خضراء وتبن بلا حساب، هل هذا يكفي لنعجه عشر في الشهرين الاخرين واللي بترضع؟ يكفي ان شاء الله باذن الله. تمام. تمدي 750 جرام شعير، كيلو لربع شعير ونص كيلو عيش، يعني كيلو وربع. ممتاز ممتاز ممتاز، ان شاء الله مفيش اي مشكله. ومرعى كمان وخضره، لا تمام ان شاء الله. وهل لا يستحق المواليد الجدد الى اي واللي بترضى برضك؟ تمام يعني. وهل لا يستحق المواليد الجدد الى اي تلقيح؟ اي تحصينات قلت لك انا للاسف ما تساليش عليها، اقرب دكتور بيطري واسال على التحصينات لو انت عاوز تحصن. انا ما بستخدمهاش فبالتالي ما اعرفش مواعيدها، انت تسال اقرب دكتور بيطري. وهل من الاحسن ان تعصر النعجة في آخر الشهر الثاني رضاعة؟ قصدك يعني تعزلها، يعني تفطم يعني رضاعة، يعني تفطم على عمر شهرين تقصد؟ أنا مش عارف إيه تقصر دي. تعزل تقصد تعزل النعجة في آخر الشهر الثاني رضاعة للاقتصاد في العلف، أو من الأحسن من أجل صحتها إنها تزيد فترة أطول قبل التعشير؟ لا، أنت لو أنت النعاج قلنا اكتر اربع شهور محتاجين فيهم العلف اخر شهر في الرضاعه الحمل واول شهر في الرضاعه. طيب اول شهر في الرضاعه النعجه بتصرف امتى؟ المفروض الكبش بتاعك مع الغنم، الكبش مع الغنم، مش انت هتروح تودي النعجه. لو انت هتودي النعجه لا ما تفطمش اقل من 3 شهور. انما لو ان الكبش معاك المفروض هي عمر شهرين اول شهر في الرضاعه فيه علف، هي بتصرف بعد الولاده بحوالي شهر شهر ونص، يعني داخل مرحله الدفع الغذائي، داخل مرحلة التغذية اللي انت بتغذي فيها، فهي هتكون معاك خصوبة كويسة، هتعشر وبترضع عشرة طالما انت عم اديها تغذية كويسة، فهي هتعشر على يخليها في اخر الشهرين صرفت، ففي اخر فترة العلف. اول شيء نقطة طبعا انت مش واخد بالك منها، ان مش هتقطع العلف مباشرة، يعني مش خلاص شهرين رضاعة وروح قطع العلف النهاردة بأكلها كيلو وربع علف وتاني يوم اعتمدها على المراعي مباشرة، لا طبعا. هيتم التخفيف تدريجي على مدى مثلا اسبوع 10 ايام كده، خفف العلف تدريجي في خلال اسبوع، تكون لو انت هتعتمدها على المراعي بعد كده خلال اسبوع تكون نهيت العلف اما بتستخدم على المراعي والعلف الخضراء. او وتاني شيء النقطه الاهم برضك اللي مش واخد بالك منها، ان مش بمجرد ما تقطع العلف النعجه هتقطع اللبن مباشره، لا، النعجه المفروض تكون كانت شايله مخزنه من العلف خلال الاربع شهور دول، ولكن ما بتخزنش كتير طبعا بسبب الحمل والرضاعه، بس المقصد يعني كانت شبعانه، ما بيحصلش هبوط في اللبن من يوم وليله. على مدى اسبوع 10 ايام هتلاقي المولود لو انت نهيت العلفه بالتدريج بعد شهرين من الرضاعه هتاخد اسبوع او 10 ايام تدريج في النهي، وفي نفس الوقت تاخد لها اسبوع ولا حاجه على ما لبنها يخف، هتلاقي المولود كمل الثلاث شهور. هتلاقي المولود كمل 3 شهور رضاعة كويسة، زائد ان هو من اول شهر بيدور على العلف، يعني عمر شهرين بيكون معتمد تقريبا 50% على العلف، 50% من غذاء او 60% اكتر كمان، اكتر من 50% ممكن 60% 65% عمر شهرين معتمد على العلف بنسبة 65% تقريبا. ففي خلال الشهر الاخير ده اللي بيحصل فيه التدريج بتكون الخروف الصغير وصل لمرحلة 80-90% على العلف، تقدر تفطمه مفيش اي مشكله. اما في ناحيه الفتره قبل التعشير فزي ما بقول لك المفروض انها تعشر في اثناء فتره الرضاعه في خلال الثلاث شهور دول، المفروض انها تعشر. هو هرمون اللبن بيخفض نسبه انها تمسك عشر، بس بتمسك برضه. الم في الارجل مع افرازات من الفم والانف ورعشه وهزه راس، هل نقص فيتامين ب واحد أم هي سيلينو؟ ألم في الأرجل مع إفرازات من الفم والأنف ورعشة وهزة رأس،
هل نقص فيتامين ب؟ والله هو عموما واضح انه تقريبا يعني اسف ما عنديش خلفيه، انما اللي اقدر اقوله لك الم في الارجل ده عموما بيكون في المعتاد نقص كالسيوم، الم في الارجل بس مع شهيه مفتوحه، شهيه مفتوحه يعني الخروف ما بيعرفش يمشي، مش قادر يمشي، يقوم يقع يقوم يقع، بس تحط له الاكل وهو قاعد ياكل ويشرب وتمام التمام، ده عموما بيكون نقص كالسيوم، نقص كالسيوم. اما افرازات من الانف، انا مش فاهم افرازات من الانف اللي هو سائل مخاطي، ده بيصاحب حالات كتير طبعا من البرد، جهاز حراري، لكمه، بكل ده بيصاحبه افرازات من الانف، بيبقى مش قادر يتحكم في الافرازات المخاطيه بتاعته بتسيل منه. رعشه وهزه راس، قال نقص فيتامين ب؟ لا والله يا رحم، ناحيه الرعشه وهزه الراس، الرعشه بتبقى ناتجه لهبوط، بس انت اجتماع الحالات دي، اجتماع الاعراض دي كلها للاسف ما عنديش علم بيها، امرتش عليا قبل كده، للاسف ما مرتش عليا قبل كده. انا بس امل لو اوضح لك ان لو هو بياكل كويس ومش قادر يمشي ده عنده نقص كالسيوم، ده على حد علمي والله اعلم. فانا طبعا ما تنساش اللي عنده اي سؤال يكتبه اسفل الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.